السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: العراقيون يسلكون طرق الموت بحثا عن حياة جديدة. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. يعد العراقيون أصحاب إحدى الجنسيات التي يتوجه حاملوها إلى الهجرة هربا من واقع مرير يمر فيه بلدهم، نظرا لما جلبه الاحتلال الأمريكي من دمار وخراب وما زادته حكومات الاحتلال على الشعب العراقي. ورغم صعوبة ظروف الهجرة غير الشرعية ومخاطرها، إلا أن بعض العراقيين يعتقدون أن هذه الأخطار قد تكون أهون مما يعيشونه في بلدهم المدمر بفضل أحزاب فاسدة وحكومات فاشلة خاضعة وميليشيات طائفية لا تعرف سوى لغة الدم. هنا نجد مشاهدينا الكرام اليوم أعدادا ليست بقليلة من العراقيين تركوا بلدهم بحثا عن ملاذ آمن، لكن وجدوا أنفسهم عالقين بين مطرقة بيلاروسيا وسندان بولندا، حيث واجهوا قمعا وانتهاكات وتجويعا وترحيلا قسريا. ولكن يبقى السؤال قائما: لماذا أجبرت حكومات الاحتلال في العراق العراقيين على سلك دروب الهجرة ولم توفر لهم مقومات عيش كريم في بلدهم الذي يعتبر واحدا من أغنى بلدان العالم؟ هذا السؤال وغيره من أسئلة أخرى سنطرحها في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام. كما قلنا، بإمكانكم أن تشاركوا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم للإجابة على هذا التساؤل: لماذا يترك العراقيون بلدهم وهم يعيشون في واحد من أغنى بلدان المنطقة والعالم بشكل عام؟ لماذا لم توفر حكومات الاحتلال أي مقومات حياة أساسية للعراقيين لكي يبقوا في بلدهم ويستفيد العراق من خبراتهم، من إمكانياتهم، من أموالهم في بناء هذا البلد؟ لماذا الآن نرى أن هناك دول غربية في العالم بشكل عام، أوروبا، الولايات المتحدة، كندا، أستراليا وغيرها، بدأت تحتضن هذه الخبرات وتنميها، والآن أصبحوا يحملون جنسيات هذه البلدان ويقدمون هذه الخدمات إن كانت في مجال الطب أو الهندسة أو غيرها من مجالات أخرى لهذه البلدان التي وفرت لهم ما كانوا يفتقدونه في بلدهم ولا يزالون؟ لماذا جوعت هذه الحكومات العراقيين لتجبرهم على ترك بلدهم بحثا عن لقمة عيش في بلدان أخرى يواجهون فيها صعوبات الطريق، أخطار الموت التي يواجهونها في هذه الطرقات بسبب ذهابهم بطريقة غير شرعية، وأيضا القمع الحاصل الذي يواجههم أيضا في بلدان ترفض أن يدخلوا أو يمروا من خلالها؟ طبعا كشفت رئيسة الشرطة الألمانية أو رئيس الشرطة الألمانية ديتر رومان أن معظم المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى ألمانيا عراقيون، فيما أشارت وزارة الهجرة والمهجرين إلى أن بعض العراقيين أعلنوا رغبتهم بالعودة إلى البلاد. ونتابع مع حضراتكم في المقطع التالي لقطات مصورة تجمع العشرات من المهاجرين العراقيين في مطار مينسك في بيلاروسيا بانتظار الطائرات التي ستعيدهم إلى العراق، لنشاهد.
طبعا الموضوع يعني لا يتوقف عند هذا الحد، هناك وفيات من العراقيين في بين بيلاروسيا وبولندا، جثمان مهاجرين عراقيين شابين توفيا على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، أرسلا إلى مطار أربيل الدولي في كردستان العراق. أصحاب أو المتوفيان هما جيلان دلير وكردو خالد، أرسلا إلى أربيل أو وصل جثمانهما إلى أربيل قادمين من مطار اسطنبول بعد شحنهما من بيلاروسيا. كردو دلير كان يعاني من إصابته بمرض السكري ليتوفى نتيجة نقص جرعات الأنسولين، فيما توفي خالد من جراء إصابته بسكتة دماغية. اللقطات التالية مشاهدينا الكرام لذويهم وهم ينتظرون جثماني هذين الشابين. كان يسير على هذا الطريق ووقعوا في موقف سيء مع المهربين، تم القبض عليهم وأعيدوا للحاجز بين بيلاروسيا وبولندا. حاولوا مرة ثانية لكن للأسف الشرطة البولندية بدلا من أن تساعدهم شرعت في ترحيلهم ودفعت بهم إلى الجانب الآخر من الحدود، ومن هناك بدأت حالته الصحية في الانهيار وتوفي بعد ذلك بيوم واحد. كردو خالد شقيقي توفي في واقعة مؤسفة يوم 31 من تشرين أول بعد إصابته بسكتة دماغية قرب مينسك في بيلاروسيا. إنها مأساة محزنة حقا. نبدأ باستقبال اتصالاتكم مشاهدينا الكرام. معنا أول اتصال السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر حياك الله. حياك الله أستاذ محمد وحيا الله قناة الرافدين وحيا الله مشاهديها. أهلا وسهلا، تفضل يا أبو عمر. حيا الله وسهلا. أشكرك أستاذ محمد. أستاذ محمد، بالنسبة لظروف اللي مر بها العراق من 2003 ولحد يومنا هذا، ظروف يعني كلش صعبة على العراقيين اللي شاف من عندها الويلات من سبب ميليشياتهم وزعماء قياداتهم. يعني الظروف اللي هاجرت البلد من 2003 يعني نقدر نقول ناس دكاترة أو ناس ذات عقول يعني حيرة، مفكرين، ناس واصلة بالعلم، يعني كثير ناس يعني استفاد من عندهم البلد. خوفا على حياتهم، خوفا على أنفسهم، خرجت هي وهاي عوائلهم، لأنه هاي الحكومة ما تحب تستفاد من هذول الناس اللي واصلة، ناس الدكاترة أو ناس مفكرين، يعني استفاد من عندها البلد علماء، فقتلت العديد من عندهم، والبعض من عندهم حاول أن يخلص من نفسه، يترك ما أمامه وما خلفه من أجل سلامة عائلته. يعني هذه الحكومة الأحزاب ما فرقت بين هذا الشخص وهذا الشخص، جت عليهم قتل الطائفية وسوت اللي سوته، يعني ما سوت حكومات سابقة مثلها أبد المثيل. وأما الظروف اللي مر بها اللي بعض الشعب يعني 18 سنة المواطن العراقي، يعني الناس الأبرياء اللي ما شافوا لا تعيينات لا وظائف لا من هاي الأمور، دي يتخرج ما يلاقي أي تعيين. سيد أبو عمر، طبعا المشكلة في العراق اليوم مو بس مشكلة اقتصادية تجبر الناس على ترك بلدهم، أكو مقاطع عرضناها من ضمنها مقطع لصايغ ذهب، رجل أعمال عنده إمكانية مادية وعنده القدرة أن يبقى يعيش في العراق بفلوسه، يعيش أحلى عيشة، لكن ذهب بحثا عن الأمان له ولعائلته. اليوم العراقيين اللي عندهم حتى دي يفكرون بالهجرة، اللي عنده فلوس حتى دي يفكر بترك العراق لأنه بلد أصبح غير صالح للسكن الآدمي، غير صالح ليعيش الإنسان فيه. شلون وصل العراق إلى هذا الحال وإحنا بلد عنده إمكانيات اقتصادية، والمفترض أن هذه الحكومات جاءت تعد العراقيين بحياة أفضل؟ أستاذ محمد، بالنسبة للظروف اللي مرت بالبلد واللي المواطنين الناس اللي عندهم يعني أموال أو ناس تجار نقدر نقول عندهم طبقات يعني ما محتاجين، لكن بس خوفا من هذه الميليشيات والجيوش الإلكترونية اللي هي متواجدة في بغداد والمحافظات، يعرفون الناس منهم، يعني عندهم بكل بساطة يطبون يقتحمون دارة أو يقتحمون محلة أو يدخلونه أو سرقة أمواله.
فهاي الامور قام يحس بها المواطن، كل انسان ثري او واصل او ما عنده يد مع هذه الاحزاب او مو يعني منتمي لهم، فيكون يعني بخطر عايش. يعني كثير عندنا من الناس موجودين يعني يعني ما منتمي للاحزاب ولا لهم صله، بس خايفين من ارواحهم من هذه الميليشيات، يعني قتله العديد، قتله اللي يعني اللي شاف من عندها اكثر من يعني مجاميع وايد قتله يعني عندنا بالعراق، فما يمكن ان يبقى عايش تحت هذه الميليشيات انقتل يعني مع الاسف. مع الاسف يعني وصل الحاله يعني وحتى اطفال قاموا يقتلوهم، يعني قاموا يساوموهم، قاموا يعني هواي امور تصير عندنا من هاي الاحزاب اللي ما مرقتها بها البلد نهائيا نهائيا. طيب. فهذا المواطن اذا كان زنبي واذا كان فقير هي ما ترحم، لا زنبي لا فقير، تقتل وتقوى هاي الميليشيات بالقتل وبسرقة أموال العراقيين، فجاي تقوى بزعماهم وهاي الجيوش الإلكترونية هي اللي مساعدة هاي الزعماء، والزعماء اللي موجودين عندنا بالقانون هم أسباب هذه الخراب. أشكرك يا أبو عمر من بغداد، وصلت الفكرة، شكرا لك. أبو حسن من بغداد تفضل، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك أخوي محمد. اخوي محمد هو دولة يعني عصابة هزمات، يعني هم هدفهم هدف العراقي بان يعيشوا بامان وباستقرار، هذول يعني دمروا الناس، هجروا الناس، حتى كل ناس باعت بيوتها، يعني بيوتها باعتها في سبيل تحصل على امان. فهم هذول متمرسين، يعني راحت الناس هاجرت عرضت حياتها للخطر، يعني الموت المحقق. وكلها يعني انا اشوفها خطه، يعني خطه عصابه مع الدوله، يعني ميليشيات تحارب الناس، تاخذ حقوقهم، تغتصب اموالهم. طبعا شو يسوي الرجل؟ يعيش يعني يحس بالامان. اذا الحكومه يعني المدعومه حكومه يعني ما توفر لك الامان، طبعا الواحد يهاجر. وشافوا الهجره وشافوا وعرضوا يعني حياتهم واطفالهم للموت، واعتقد ماتوا اطفال هوايه. بالهجرة الأولى والمراحل، وهسه سنين جابوا سنين المخطيكات. يعني هم ذولا هدفهم يعني تدمير العراق وجعله العوبة. هاي زمان أنا أدري فيها وعرفها. سيد أبو حسن، يعني ما كان أكو رد فعل عراقي من هذه الحكومات والأحزاب تجاه هذه القضية؟ يعني مثلا أتيك بتصريح لوزيرة الهجرة الحالية إيفان فائق، وطبعا هي تابعة لزعيم ميليشيا اللي هو ريان الكلداني. هاي الوزيرة شو تقول؟ وزيرة الهجرة تقول الصراع السياسي بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا يقع ضحيته العراقيون المتواجدون على الحدود. ده تقول إنه ده تتكلم عن الأمور الخارجية، الصراع اللي داير في أوروبا ضحية العراقيين، ليش ما تكلمت عن فشلهم وفسادهم والصراعات اللي الداخلية اللي بالعراق اللي سببت هذه الهجرة؟ تتحدث عن الصراع بين بيلاروسيا وبولندا وأوروبا وكذا، وما يتطرقون في حديثهم إلى فشلهم وفسادهم اللي كان سبب في ترك العراقيين لبلدهم. هم واحد مسبب رساني، يعني أي واحد إذا مسؤول مثلاً ما يحجوا المهجرين ما تقدر تحكي الحقائق، ما تقدر تحاسب يعني الإنسان أنتوا أخذتوا مقطعين أو أنتوا أدلتم حق الشعب العراقي، ما تقدر، لأنها مرتبطة بالميليشيات، مرتبطة بأحزاب. ما زال تحكي البلد ضايق. الخلاصة يا محمد، خلاص العراق حالة واحدة، يرجع يكون مستقر. يما دول يطلعون كل من رئيس الجمهورية إلى رئيس وزراء إلى قادة ميليشيات إلى وزراء بوزراء، يلا يجمع الحكم العراقيين. يعني حتى شو ما تفكر، إذا ما طلعوا دول العذاب راح يستمر على العراق. الهم هذا كله راح يرجع نفسه، وجود يزيد أكثر. ولذلك يجب ان يتحرك العراقيين يعني بصوره صحيحه، يعني دول اذا ظلوا راح يزداد العراق الم وهموم وتعب وسرقه الاموال وخيرات الشعب. يعني ما فكر صار 18 سنه راح طبت 19، فكروا بالشعب هذا اللي يشوف الديمقراطي. يعني الناس هسه المخيمات، مخيمات مال العراقيين، يعني عايشين المذله، لا اكل مثل البشريه، لا عندهم بيوت، بيوتهم كلها تهجمت. هاي الموصل وجرائمهم ما يعني جرائم يندلع الجبين. طيب. فهذول لا عندهم حقوق خلدان
ولنحفظ حقوق الإنسان. شكرا يا أبو حسن من بغداد، وصلت الفكرة، أشكرك. ويانا السيد أبو عراق من الفلوجة، تفضل يا أبو عراق، حياك الله. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، أنا شوية أزعل من تقولون إحنا بحكومة، إحنا مو بحكومة أستاذ محمد. من تقول حكومة، حكومة لازم عندها سيادة وعندها سيطرة. أنت شو تسميها؟ مافيات. أسميها مافيات أستاذ محمد. نعم. هاي عصابات. إحنا من نقول حكومة، حكومة لازم تقدر على الميليشيات، تقدر على الأحزاب، تقدر. إحنا مو حكومة أستاذ محمد. المسألة الثانية، هسه لو أكو قناة تسوي لقاء ويا ذول المهاجرين، أي تقول له، يقول له راح أجيب لك الطيارة ترجع العراق، يقول لك لا والله ما أرجع أستاذ محمد. بس أكو اللي رجعوا، لأنه طبعا واجهوا مشاكل كثيرة. هذا ما طلع الحال أستاذ محمد. شاف ويم هذا. نعم. عم قتل بوك. أشكال اللي يخبط بالله سبحانه عز وجل سووه بالعراق. أتحدى هسه باقي الدول أكو موجود هنا. هاي إسرائيل مو يهود. يعني يهود عندهم شيء مثل نحن أستاذ محمد؟ ترى ما واحد يطلع لا أعمالكم، واحد مرتاح نفسيا وعم نقسم لك بالله هسه لو يفتحون الحدود كلنا نطلع ما نبقى. شوف سيد ابو عراق، هنا طبعا انا ما اريد ايضا يكون الحديث دائر باتجاه واحد، اللي هو اتجاه اي خلينا نطلع من العراق ونخلص منه. انا عندي سؤال، شباب توفوا بسبب الهجره غير الشرعيه، سواء كانت في هذه الموجه او في الموجه اللي كانت في عام 2014 وما تلتها من سنوات اللي كانت لاوروبا، شباب عراقيين كثر فقدوا ارواحهم بسبب الطرق وخطورتها وصعوبه الهجره غير الشرعيه وغيرها. السؤال، الناس اللي رايحة مجازفة بأرواحها ودا تواجه موت، ليش ما يكون الهدف هو موت موجود بالعراق، الخلاص من هذه الحكومات؟ ليش ما يكون التوجيه نحو النهوض، هنا موت والطريق اللي رايحين لها موت، نخلص من هؤلاء الفاسدين ونكنسهم، وإحنا بالنهاية عايشين بدمار هنا وبحالة نفسية ودمار وأخطار تواجهنا وتواجه عوائلنا في الهجرة أو أثناء طريق الهجرة. أستاذ محمد، إذا سمحت لي. تفضل. بالنسبة إحنا إذا ما نتوحد أستاذ محمد، وأنت هسه مقسميننا كراد بصفحة وسنة، ومع الأسف أقول هالكلمة هاي، الشيعة بصفحة، يا أخي مو مزقونا تمزق يا أستاذ محمد. شو كنت نتوحد؟ 19 سنة، يعني أنت هسه رب الأسرة أستاذ محمد إذا سمحت لي ولا وطير عليك. لا خذ راحتك. رب الأسرة اللي ما يقدر يجيب قوت الجهالة، وهذا هسه ميت موت بطيء يا أستاذ محمد. نعم. الله يخليك. صحيح. عمي مو عالم تعبت. عالم تعبت يا أستاذ محمد. بس احنا نبقى نقول أملنا الله كبير، إن شاء الله بهالشعب هذا يتوحد ويصير إيد واحدة ويخضع على هالحكومات هاي. أشكرك يا سيد أبو عراق من الفلوجة. ننوه طبعا مشاهدينا الكرام أن الدول التي تدعي الحريات وحقوق الإنسان، هذه الدول الأوروبية جعلت الكثير من المهاجرين يعانون الكثير نفسيا وجسديا من ناحية الاعتداءات التي شاهدتموها، وقبلها في الموجة السابقة إن كانت عن طريق اليونان أو غيرها من طرق أخرى سلكوها بريا وغيرها، اعتداءات، ضرب، انتهاكات، محاربة نفسية، تجويع فترة من الفترات، رفض معاملاتهم وكثير من الأمور. هذه الطرق ليست سهلة، وهي طرق محفوفة بالمخاطر وطرق موت فعلا. نعم، نتساءل عن الأسباب التي تدفع العراقيين الذين يعيشون في هذا البلد المفترض أن يكون من أغنى بلدان العالم وأكثرها أمنا واستقرارا ورخاء كما وعدت هذه الحكومات وكما وعد الاحتلال الأمريكي، وأي شيء من هذه الوعود لم يتحقق، لكن أيضا هل من المنطقي أن يترك العراقي بلده لهؤلاء الفاسدين، لهؤلاء اللصوص، لكي يتمتعوا بأمواله وخيراته وبيته وغيرها من ممتلكاته، يتركها لهم ويهرب؟ هذه ليست أصلا من شيم العراقيين. ثم أيضا هذه الحكومات زائلة، يعني لم تبقى حكومة عبر التاريخ مستمرة إلى أبد الآبدين، لابد لها أن تنتهي وترحل، وترحل بفضل الشعوب، بقوة الشعوب وبرغبة الشعوب في التغيير. فلكي لا تكون هذه بوابة للهرب، يعني دائما نحفز حقيقة أن يكون التواجد في العراق والخروج ضد هذه الأحزاب وهذه الميليشيات
هو أهم من ترك البلد والبحث عن بلدان أخرى. نعم هناك طبعا ظروف مجبرة للأشخاص، لكن بالنهاية هذا البلد للعراقيين وليس لهذه الحكومات. صباح من بغداد، تفضل حياك الله. يعني طبعا احنا نجي على اسباب الهجرة. نعم. يعني الوضع لو مستقر بالعراق وخدمات وامان ما حد يهاجر. نعم. وعيشة كريمة للمواطن العراقي ما حد يهاجر، يبقون ببلدهم مثل ما الخليج متنعم بالعافية عليهم وبقية الدول المستقرة. نعم. اما العراق احنا اضرب لك مثال على حادثة المقدادية بالفترة الاخيرة اللي 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 صارت مجموعة ارهابية من مجاميع داعش سوت عمل ارهابي مثل ما يدعون في المقدادية، لكن احنا ردة الفعل من قبل هيئة الحشد والجيش الموجود هناك من الدفاع والداخلية هم المسؤولين على كل التهجير، العوائل اللي عددها اكثر من 500 عائلة. نعم. تم تهجيرها، هذول راح يضطرون وين يروحون؟ اللي يروح بيلاروسيا في سبيل يدخل الاتحاد الأوروبي أو إلى شمال العراق هم تعتبر هاي هجرة عاف ماله وحلاله. بسبب منه؟ بسبب الحكومة العراقية وفساد. نعم. الحكومة العراقية وقتل وتهجير ديمغرافي، والمرجعية أيضا لها ضلع. المرجعية الموجودة بالنجف اللي ما حد سامع صوتها بالعربي ولا نفهم انها يا لغة تحكي، ما تطلع بالتلفزيون وتحكي يعني مباشر وتقول ان هذا التهجير راح كل الشهادات والدكاترة والمهندسين راح يهاجرون البلد. نعم. وبالفعل تم قمعهم وقتلهم من 2003 لحد الان 18. نعم. سنة حزب الدعوة وبدر والميليشيات وجيش المهدي هم يقتلون بالضباط والطيارين ويقتلون بالدكاترة والأساتذة، وجابهم الشخص الغير مناسب بالمكان المناسب بعدة وزارات اللي هي خدمية. نعم. مثل نعيم عبعوب وأمثاله اللي ضحكم علينا به، اللي خلى بغداد مع الأسف بغداد اللي العاصمة الجميلة يخلوها تصل هالمستوى هاي من الطرق والشوارع والوساخة وغيرها. فالحكومة هي مسؤولة على التهجير المواطن العراقي، ما مفرط لنا أي شيء بس مفرة قتل. يعني من يخلون شماعة داعش الإرهابي وعلقون عليها الحكومة، هذا مو دليل مقنع للمجتمع العراقي. احنا البصرة ما بها داعش. نعم. هم جاي يهاجرون شبابها. نعم. النجف كربلاء العمارة جنوب العراق ما بي داعش. نعم. بي حشد ميليشاوي هو جاي يهجر بالناس. نعم. هو جاي يهجر شمال العراق ما بي داعش. جاي يهاجرون من يعني سوء الخدمات والفقر والجوع جاي يهاجرون. نعم. من شمال العراق اخوتنا الاكراد. اذا كلها السياسيين والمعممين اللي متدخلين بالسياسه هم السبب الرئيسي بتهجير. هل تتوقع ازمه المهاجرين ستنتهي بالنسبه للعراقيين ورغبتهم بالخروج؟ العراق للاسوء ما طول اكو سلاح منفلت ويحكمنا حزب الدعوه ويحكمون ذول الشراذه من القوم الحشد الشعبي. راح يستمر التهجير ويستمر العوائل تفكر بالنزوح الى الاقليم او دول جوار او او الى اوروبا. نعم. يعني كل الشباب، يعني احنا اليوم موضوعنا يمكن 4 مرات 5 نتحاور بالهجره الى اربيل، اصدقاء وغيره يريد يهاجرون. نعم. يعني صار الطموح المواطن العراقي يروح الى بلد امن، نروح البلاد الكفر. اما بلاد السيستاني ومقتدى الصدر ومجلس الاعلى الاسلامي وحزب الدعوه الاسلامي والمقاومه الاسلاميه ذول راح نعوفهم احنا، خلي يقاومون بيناتهم، بلكت ناس تقتل ناس على هذا منصب رئيس الوزراء وعلى البرلمان اللي ما شفنا خير من عنده. نعم. خلي يذابحون بيناتهم الولايين ومقتدى الصدر ويصير بحر من دم نكون بيناتهم بس، والله يحمي الابرياء من كل اطياف العراق من الجنوب الى الشمال ولا غيره. شكرا جزيلا سيد صباح من بغداد. ويانا محمد من أمريكا، تفضل يا محمد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونكم يا أستاذ محمد؟ الله يحفظك يسلمك، الحمد لله، تفضل يا محمد. أخوي العزيز، هاي الميليشيات جماعة الثورة والموالي. بدون تجاوز لو سمحت، بدون تجاوز. لا من عمي، هي الواقع، هذا الواقع حال والله العظيم. دول الميليشيات الحشد وغير الحشد، هاي المراجع قاعدة بالنجف ما تعرف شنو تحكي عربي، ما تعرف تحكي كلهم عمي فرنسيين لا يخون على الشعب، عمي جاي يخون على الشعب، جاي يهجرون العالم، ما خلوا العالم من 2003 من فجروا الإمام الهادي عليه السلام وتمت التهجير وقتي. نعم. من الجيش المهدي وغير المهدي، بدر ما بدر لعبوا بالعالم لعب. عمي هاي مو حكومة ولا مافيات. يعني ما شبعوا بوق ونهب وتدمير للبلد ما كافي يعني؟ هو
فوق ذهب وتكليف تهجير حتى املاك العالم لا ياخذون املاك الجاهل ليوان يريدون يوصلون بالعراق يا محمد؟ عمري احنا هو للعراق لا تقولون لكم حكومه هذول واديات هذا كان املاك ينطلع يحكي يقول احنا غلطنا طلبنا العراق لامريكا ولا حكي يحكي عمي صدام يروح الفدوى حجاز يروح الفدوى قدر صدام اكيد عمي صدام ما سوى هيك يتزول الحسابي عمي هزمول البلد هجم عمي كان قيادي صدام الله يرحمه خايف على الشعب مو جايبين هذول سوادي هذه العبري والخدعلي وذاك الناخ طايح الطياف مختدي وين وين كلهم لا اميره عمي تكفي لك الله لا يحبون العراق ولا يحبون كل تربى في العراق ما يحبون العراق محمد. أشكرك يا سيد محمد من أمريكا، شكرا لك للمشاركة. بولندا تقول إن نحو 4000 شخص بينهم الكثير من العراقيين يخيمون حاليا على طول الحدود في طبعا الأزمة اللي تواجهها بيلاروسيا والدول الغربية. وكالة فرانس بريس نقلت عن أحد مدراء مكاتب تنظيم الرحلات قوله إن كل شيء يتم عبر روسيا، وأشار أيضا إلى أن الرحلة إلى بيلاروسيا عبر روسيا تبلغ قيمتها نحو 2000 دولار. وتركيا طبعا أعلنت حظر سفر العراقيين واليمنيين والسوريين إلى رحلاتها المتوجهة إلى روسيا إلى بيلاروسيا عفوا. وشركة بيلافيا البيلاروسية أعلنت عن إجراء مماثل للرحلات الجوية من الإمارات. طيب، محافظ السليمانية هفال أبو بكر يقول إن الهجرة الجماعية الأخيرة لشباب العراق سببها الفقر والخوف من المستقبل، وأشار إلى أن المشاركة المنخفضة في الانتخابات الأخيرة دليل على يأس المواطنين. خبر آخر، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير قال إن الهجرة من العراق ليست وليدة اللحظة، لكن حدث تسليط الأضواء عليها بعد محاصرة المهاجرين في منطقة معينة داخل أوروبا. طبعا يقول بأنه تراجع الاقتصاد، عدم وجود فرص عمل من الأسباب الرئيسة التي دفعت الشباب العراق للهجرة. طبعا هذا بالنسبة للإقليم أو شمال العراق، لكن بالنسبة لمحافظات وسط وجنوب العراق والمناطق المنكوبة، من ذهب بحثا عن من ذهب في الهجرة أو هاجر بحثا عن بلد آخر هو بحث عن أمان أكثر منه بحثا، طبعا الجانب الاقتصادي موجود، لكن البحث عن الأمان وبلد يرعى هذا الشخص وأسرته هو كان ربما العامل الأهم بالنسبة لكثير من العراقيين. معنا اتصال السيد أبو محمد من كربلاء، تفضل. مرحبا عيني، حياك الله أخي. بالنسبة لي أقول أن أي دولة يحكموها عملاء خونة مو يحكموها من داخل البلد، هاي على ذلك الدولة السلام اقرأ عليه. نعم. فهذول العملاء اللي يحكمون العراق مو عراقيين، يعني جذرهم يعني عراقي. وإن كانوا إيش قدموا للعراقيين؟ اتوقع منهم كل شيء يصير، يهجرون الشعب، يجوعون الشعب، يختالون الشعب، يقتلون كل شيء يفعلون به. فعني أي. فهاي مال الهجرة ما هجرة بسيطة، تتار الله من الجايات. شنو الجايات تتوقع؟ يعني أتوقع يسوون يعني حرب أهلية بالعراق على مود مصالحهم، لأنهم مو عراقيين. العراقي عظيم كل عراقي من الجنوب من الغرب من الشمال. أشو كلهم يحجون بالوطنية وبالمقاومة وحب العراق والاستقلال والاستقرار، شو كلهم ما شاء الله وطنيين. أخوي هاي مدني تعبر على الناس الجهلة الفقرة مثل ما يقول. نعم. اللي هم على فقسم بيهم هم على فيفرس بطنه ويقول لك يا هل يجهل بي. نعم. اي الناس يعني الواعية الناس الحريصة على الوطن هاي حاجيهم أعمالهم ما تعبر عليهم. ما سألوا نفسهم انه ليش شباب العراق دي يتركون ما سألوا نفسهم ليش شباب العراق دي يتركون بلدهم؟ أخي إذا هو عميل هو خائن شنو الفائدة؟ هو جايك عميل يعني يريد يدمر بلد على مود بلد يستفاد من البلد بلاد الأخرى. إي هو عميل جاي يعني مو هم بناء العراق وسعادة العراقيين وتقدم البلد ورفاهية المواطن، مو جاي البناء
الصحة هذا من الأمور جاي يدمر البلد، هو على مود عميل العميل تعرف بعد. نعم أشكرك يا أبو محمد من كربلاء، شكرا لك للمشاركة. السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل يا عبد الرزاق. فقدنا الاتصال للأسف مع السيد عبد الرزاق من بابل. وكالة رويترز مشاهدينا الكرام قالت إن مهاجرين حصلوا على تأشيرات سفر سياحية مؤقتة إلى بيلاروسيا عبر مكاتب وكالات السفر والمهربين مقابل مبالغ تصل إلى 12,000 دولار أمريكي. 12,000 دولار يدفعها اللي عنده واللي ما عنده في سبيل الهجرة، في سبيل الهرب من هذا البلد اللي أصبح عبارة عن غابة تحكمها العصابات، باعتراف الجميع، باعترافهم هم من في العملية السياسية قبل غيرهم. طيب دائما يسأل المواطن العراقي، يسأل الكثير حتى منهم من غير العراقيين من خارج العراق، يسألون ماذا عن الوعود التي يطلقها هؤلاء ويستمرون بإطلاقها، سنعمر وسنبني وسننشئ وغيرها من هذه الأمور التي لم يرى منها المواطن العراقي أي شيء. السيد عبد الرزاق من باب العاود الاتصال، أهلا وسهلا حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سبب هجرة العراقيين للخارج، نعم، من بلدهم البلد الغني كل الأمور، نعم، سواء الموارد البشرية أو الموارد الطبيعية، نعم، بسبب طبقة سياسية فاسدة. إحنا جاي نشوف يعني بدوم هذه الطبقة السياسية هو ازدياد معدلات الفقر بالعراق. نعم. ازدياد معدلات الفقر دليل على أن الطبقة الحاكمة ما تهتم بالشعب العراقي، تهتم سواء بأنفسهم وبجيوبهم. نعم. احنا عندنا يعني هسه المنافذ الحدوديه، المنافذ الحدوديه منو اللي مسيطر عليها؟ مسيطر عليها الميليشيات، وهي المنافذ الحدوديه مناجم مال ذهب. يعني البلد من تستولد عليه ميليشيات وفصائل مسلحه. نعم. اذا خيرات البلد كلها ينسرق اما لهذه الجهات. فالمواطن تكون الحصه مالته يعني ضعيفة وقليلة جدا. المواطن العراقي او يعني نشوف يعني البلدان او سيد عبد الرزاق، ارجع واقول عذرا للمقاطعة، انه اكو عراقيين طلعوا وهم عندهم امكانية مادية، عندهم فلوس، لكن ما كان السبب انه طلعوا من العراق هو الجانب الاقتصادي، كان الجانب الامني، كان الامان اللي مفقود في هذا البلد، ولذلك ذهبوا بحثا عن بلد امن للعيش فيه. يعني المشكلة بالهجرة ليست فقط مشكلة اقتصادية، هناك مشكلة أمنية كبيرة، الأمان مفقود في هذا البلد. صحيح صحيح. هو يعني البلد هو على من استقر، إذا استقر الفاعل السياسي أو العامل السياسي راح يستقر العامل الأمني والعامل الاقتصادي. نعم. فالعامل الاقتصادي ما يتوفر وما يستقر إذا كان العامل السياسي ما مستقر. إحنا جاي نشوفهم يعني جاي يتصارعون يتنازعون بيناتهم وعلى الانتخابات وتاركين الشعب. يعني إحنا كل ما تصير عملية مع الانتخابات يشوف يعقون الشعب. فمن 2003 هي العملية الانتخابية من بدأت، أنت أعرف يعني من صير عملية الانتخابية يلتهون بيناتهم وتصارعون بيناتهم وتكون الشعب ادخاله. فالمواطن العراقي شاف يعني ما شاف اي اهتمام، ما شاف اي خدمات، حتما راح يهاجر، يبحث عن امان، يبحث عن توفر الخدمات. شنو اللي يمنع هذه الحكومات او شنو اللي منعها من توفير الخدمات، من توفير الوظائف، من توفير الامان؟ صرفوا على اجهزه الحكومه الامنيه عشرات المليارات من الدولارات ولم يأتي الموضوع تسليح طبعا، ولم يأتي الموضوع بأي نتيجة. التحالف الدولي قاعد ويدرب بيهم، دول أوروبا قاعدة ويدرب بيهم ومدى يقدرون يسيطرون على الميليشيات، الكل يعد بحصر السلاح بيد الدولة ولا يوجد تنفيذ لهذه الوعود. شنو اللي ناقصهم حتى يوفرون مقومات عيش أساسية للمواطن العراقي؟ الولاء للخارج، لأنه أغلب
الطبقة الحاكمة هي مو ولاء للعراق، ولاء إلى دول إقليمية، وهذه الدول الإقليمية هي اللي تتحكم مصيرهم وتطلب منعتهم. فلذلك البلد اللي هم عايشين به يعني مثل أكو مقولة يقول عين بالمعون وعين بالعيون. فشوف أكو دول للأسف الشديد وإحنا شفناها يعني لو ما العراق كان انهارت، مثل إيران، مثل لبنان، مثل سوريا. وشوفوا يعني مع كل الأسف يعني الخيرات العراق من هذا البلد وأهل البلد هذا عايشين بفقر وعايشين بعوض نتيجة الولاءات للديون اللي موجودين داخل هذا البلد. لو ما هذه الديون لا كان العراق استقر، وما راح يستقر العراق بوجود هذه الطبقة الفاسدة. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل للمشاركة. مشاهدينا الكرام، وكالة أسوشيتد بريس قالت إن الوفيات بين الشباب العراقيين الذين غامروا بحياتهم للوصول إلى أوروبا تسلط الضوء على حالة اليأس الذي يعيشه هؤلاء الشباب ومعاناتهم من الصراعات السياسية والفساد وسوء الإدارة في العراق. تضيف الوكالة أن هناك آلاف المهاجرين الذين حصلوا على تأشيرات من مكاتب سياحية تعمل على تهريب المهاجرين برا عبر دول أخرى مجاورة، وأشارت إلى ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة التي تدفع الشباب نحو الهاوية. تابعت الوكالة أيضا أن الشباب العراقيين على استعداد لمواجهة المخاطر الهائلة للوصول إلى أوروبا، ولفتت إلى أن العراق الغني بالنفط يهرب شبابه عبر الحدود بعد أن عانوا البطالة والتهميش. طبعا دول أوروبا مشاهدين الكرام، هناك دول نعم قدمت خدمات للاجئين بشكل عام، للمهاجرين بشكل عام، واستقبلت وفتحت أبوابها وقدمت، ولا تزال هناك دول تقدم، لكن هذه الدول لم تخلو من العنصرية، لم تخلو من محاربة الأجنبي، لم تخلو من محاربة المسلم العربي. هناك مشاكل يواجهها هؤلاء المهاجرين في أوروبا، وطبعا مخاطر الطريق كما قلنا. بالنسبة للعراقيين، ونطرح هذا السؤال دائما، هناك خطر موت في هذا الطريق، وهناك أيضا خطر موت في البقاء في هذا البلد. يعني تطرح كثير من الأسئلة، لماذا يترك المواطن العراقي هذا البلد؟ هو متجه إلى طريق يعني مجهول المصير، طريق يعني لا يعلم ما الذي سيواجهه في هذا الطريق من مخاطر وغيرها. لماذا يترك البلد لمن دمروا البلد، لمن سرقوا هذا البلد، لمن احتلوا هذا البلد، ويهرب إلى بلدان أخرى؟ لماذا لا يقوم على طردهم، على تطهير هذا البلد من هذه الميليشيات والأحزاب الفاسدة والحكومات الفاشلة، واستعادة هذا البلد لكي يستطيع أن يبني مستقبل له ولعائلته؟ نعم هناك ستتوفر حياة آمنة له لعائلته، دعم مادي، نعم جواز سفر، وهذا طبعا شيء مهم جدا، لكن في النهاية سيبقى العراق يعاني، والعراق لن تنتهي مشاكله إلا عن طريق أبنائه العراقيين الذين يستطيعون طرد هؤلاء. وكما حدث طبعا في ثورة تشرين والجميع شاهد أن بيد العراقيين استطاعوا أن يحرجوا هذه الحكومات ويثبتوا فشلها ويكشفوا الأقنعة عن كثير من الشخصيات الفاسدة التي كانت تختبئ خلف قناع الوطنية وقناع الإصلاح وقناع حقوق الإنسان والديمقراطية وغيرها من هذه الشعارات. طبعا مشاهدينا الكرام، إذا استمر الحديث في حلقتنا لهذا الأسبوع عن الهجرة غير الشرعية، وهناك الحديث طبعا بالأخص عن العراقيين، عن الأسباب التي دفعت العراقيين إلى ترك بلدهم هذا البلد الغني. عندما نقارن وضع العراقيين مع جنسيات أخرى، على سبيل المثال الفلسطينيين الذين يعانون من الكيان الصهيوني، يعانون من حصار مطبق على قطاع غزة، يعانون من تقسيم بلدهم، هناك أمور كثيرة، وطبعا بلد فقير اقتصاديا، أمور كثيرة تدفع الشاب الفلسطيني إلى الهجرة، وأيضا لأن هناك تحالف دولي على هذا الشعب الفلسطيني يذهب. لكن عندما ننظر ونقارن الحالة الاقتصادية لبلد مثل العراق مع فلسطين، هناك فرق شاسع طبعا من الناحية الاقتصادية، ومع هذا يذهب المواطن العراقي هربا من هذا البلد إلى بحثا عن فرصة أخرى في بلد قد يوفر له هذه المقومات التي فقدها في بلده. معنا اتصال السيد أبو الحسن من بغداد، تفضل. السلام
السلام عليكم اخويا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. حياك وحيا فخر. الله يسلمك. تنقل ماهيه العراق. نعم. اخي بالنسبه لحملات هجرات كفاءات والمتمكنه والمواطنين لانه بسبب عدم وجود امن وعدم وجود استقرار في العراق. نعم. انه الان تلعب دورا كبيرا الامريكيات في خطر قتل الناس وعدم حمايه الدوله المواطن. ولهذا شوف اكثر المواطنين الان يهاجرون من البلد وايضا الكفاءات العلميه. نعم. والناس اللي متمكنه او اغنياء في العراق. نعم. ولهذا شوف انه عمليه التهجير سببها هي عدم وجود الامن وعدم وجود قوات تحمي المواطن، لانه في كل مكان في العراق المواطن يقتل ويهاجر ولم تأمن له الدولة حماية أو مسؤولية حماية المواطن. الدليل أنه في المقتل. سيد أبو الحسن، الإجراء الذي قامت به الحكومة في بغداد هو إيقاف جميع الرحلات المباشرة إلى بيلاروسيا حفاظا على سلامة العائلات العراقية، هل تعتقد بأن هذا الإجراء إجراء كافي لمعالجة الأزمة؟ يعني بس إيقاف الرحلات إلى بيلاروسيا وخلص؟ طيب ليش معالجوا الأزمات الموجودة في العراق؟ لمنع العراقيين أصلا من المخاطرة بحياتهم، للحفاظ على أرواح العراقيين وحياتهم وعائلاتهم. ألو. نعم. هذا إجراء غير كافي، لأنه الحكومة مسؤولة عن حماية المواطن العراقي وتأمين الأمن له، فهذه العملية غير كافية، لأنه الحكومة تتحمل كل المسؤولية حماية المواطن، لأنه المواطن العراقي أمان حماية، فيحاول أن يهاجر ويشوف له مكان آمن غير هذا غير بلده المسافر. يعني بس اريد اسال سؤال، المسؤولين اللي يذهبون في المؤتمرات الدوليه اللي يمثلون العراق ويتحدثون عن العراق الامن ويتحدثون عن العراق المزدهر والمستقل، وهم واقفين في بلد يلقون منا خطاباتهم، وفي هذا البلد هناك الاف مئات عشرات من العراقيين المهاجرين، ما يستحون من نفسهم وهم يكذبون على العالم بهذه الطريقه؟ ما يستحون من نفسهم أمام العراقيين اللي هم واقفين في بلد احتضنت أبنائهم وبلدهم مدمر عبارة عن غابة؟ هم دائما نعرف أن الحكومات من 2003 ولحد الآن تكذب العراقيين وفي المحافل الدولية، كل العالم يعرف أن الحكومات العراقية هو بعد الاحتلال عملية الكذب أجهم عادية، ولهذا شوف العراقيين خارج العراق ما حد يحترمهم ولا دور أو كلام في الحديث عن أمن العراق. سيد أبو الحسن من بغداد، أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. من الأسباب التي تدفع العراقيين للهجرة هو البحث عن جواز سفر. العراق لديه أسوأ جواز سفر في العالم بحسب كل التصنيفات طبعا، والمواقع مثل باسبورت اندكس وغيرها من هذه المواقع التي تقيم جودة جواز السفر في العالم. أسوأ جواز سفر في العالم جواز السفر العراقي، وأسوأ مدينة للعيش في العالم هي بغداد، وواحدة من أقذر مدن العالم هي بغداد، ومن أخطر مدن العالم للعيش فيها وللاستثمار هي بغداد وغيرها طبعا من المحافظات العراقية. هذه منجزات هذه الأحزاب التي تتصارع اليوم على المناصب في العراق وتترك المواطن العراقي يعاني بحثا عن حياة آمنة سالكا طرق الموت. وصلت وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.